أين نحن اليوم؟ ماذا يحدث في المنطقة العربية؟ شخص لنا الحالة لو سمحت. أول شيء يعطيك العافية وشكرا كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي بتعرف فيما يتعلق بالمواضيع اللي أنت طرحته، خاصة فيما يتعلق بالجامعة العربية وجامعة الدول العربية، نعم. سميها ما شئت. نعم. إحنا للأسف هاي أصبحت من أكثر المواضيع يعني مملة بالنسبة للشعوب وللقادة وحتى إنه للدول الأخرى التي تتعاطى في قضايانا. يعني تتوقع روسيا تنتظر إنه ماذا سيخرج العرب من هذا من هذه اللقاءات؟ هل تتوقع الولايات المتحدة قاعدة على أعصابها بتنتظر ماذا سيخرج العرب من هذه اللقاءات؟ ناهيك أيضا عن التشرذم. هل هي لقاءات عبثية؟ هل هي يعني لقاءات عبثية؟ يعني كيف؟ هل نستطيع القول بأنها لقاءات عبثية غير مجدية؟ لحد ما لقاءات روتينية مش أكثر من قعدات وندوات وعشوات وبعدين تصريحات. الغريب حتى المواقع الإخبارية أخي العزيز لا تتناولها بجدية، يعني بطل لها من الأهمية. يعني سنة عن سنة لا يوجد كثير من حتى أقول لك حتى في التحليل السياسي صارت أصبحت على هامش الأحداث وعلى هامش الأحداث. يعني شوف أنت، مع أنه للأسف إذا بتطلع للدول العربية وهذه الجامعة التي تضم، أنت بتعرف قديش تضم؟ 14 مليون كيلو متر مربع، ثاني خلينا نحكي مساحة لو بدنا ناخذها من ناحية إقليمية بعد روسيا من ناحية الحجم، وعندك حوالي بتتكلم عن حوالي 340 مليون مواطن. يعني أنت بتتكلم عن مصادر ضخمة تضم هذه الدول، تستطيع أن تكون أقوى الدول. يعني يفترض بينهم بأحداث مثل هذا. أخي نحن نتكلم لغة واحدة، لغة عربية. عندك الاتحاد الأوروبي يتكلم أكثر من 43 لغة صهرتها الاتحاد الأوروبي، ونحن لا نستطيع منذ نشأته عام 1945 وما يسمى بروتوكول الإسكندرية حتى اليوم من أسوأ، من سيء إلى أسوأ. يعني اصلا حتى وبعدين احنا عندنا نظام يعني الفزع، يعني ما يدل على تشرذم الحاله العربيه. احنا عندنا نظام الفزع، انت بتعرف احنا في البدايات كانوا يسموها الاتحاد العربي، بعدين قالوا لا التحالف العربي، وكأن المسميات السياسيه الطنانه هي التي ستسوق مستقبل هذه الشعوب. مع انك لو تاخذها بالاتحاد الاوروبي بلشت باتفاقيه الحديد والفحم فقط بين المانيا وفرنسا، ما كانوا لا يحكوا بسياسة ولا يحكوا بأمن اقتصاد. إحنا على طول الاتحاد العربي بسنة 45 بدنا نعملها. طيب أخي وليد، إحنا الآن لا شيء يذكر، ونهيك عن هيك كمان الأخطر من هو لأنه لا شيء يذكر. أنا كنت أود من هذه الحلقة